طبعا يعني هو اللي بيتفرج معانا بيتساءل دلوقتي، يعني الحياة ما طلعتش على أي حتة غير الأرض؟ أقول له لا أبدا، ممكن تكون طلعت في أماكن كتيرة جدا، والقرآن فيه إشارة صريحة في الحكاية دي. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، يعني في السماوات وفي الأرض، من دابة، يعني في السماوات دواب. دي آية صريحة. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فيهما يعني في السماوات دواب. دي إشارة على إن في حياة فوق، في كواكب ما نعرفهاش، في مجموعات نجمية بعيدة. وبعدين وإنه على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا ربنا هيجمعهم، هيجمع المخلوقات اللي ازاي على شاشة التلفزيون، جايز هم يجونا قضاق طائرة احنا نروح لهم، ممكن كل ده محتمل، مش بعيد. لتركبن طبقا عن طبق. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن آدم اني جاعل في الارض خليفة، دي كلمة مش بسيطة، كلمة مش بسيطة. وثبت فعلا الانسان ربنا اداله مفاتيح الحاكمية على البيئة. هو دلوقتي بيقلب الحر برد والبرد حر، وبيزرع الصحاري، وبيحط قلوب الموتى في قلوب الأحياء، يعني وبعدين يحط رجل على القمر ورجل على المريخ. لا ده حاجة مش عادية بقى. فالخلافة اللي ربنا اتكلم عنها سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، دي حكاية كبيرة خالص. وعشان كده أنا ساعات لما بقرأ عن الجماعة الهنود اللي يقولك القيامة هتقوم بكرة، القيامة هتقوم الأسبوع الجاي، لا، أنا شايف إن لسه الإنسان هيكون له انتصارات كبيرة جدا، لأنه لازم هيثبت هذه الخلافة. الخلافة دي معناها ربنا هيديله مفاتيح السماء الأولى كلها، هيستعمل الكون. فالقصة لسه مستمرة، القصة مستمرة وسوف تتعدد فصولا، والحكاية كبيرة خالص. لكن فعلا الحياة شيء مثير ومدهش ومحير.